Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Et dans radin haoulou annana ndiro tsahl had l'exercice hada. Tidi numéro 2, l'exercice 1. Huwa sarha rah l'exercice numéro 2, walakin a'tabrtou l'exercice numéro 1 lian l'exercice numéro 2 ghadi tqadrou annakom tkhdmou bouhdkom. Donc l'exercice numéro 1 ashnou tiqoul? Un point M ghadi nhaoul annani nsali fi sa'a had التمرين هذا. Un point M lian l'as'ila kayta'awdo. Un point M fixé sur un route, يعني عندنا واحد M اللي هي مفيكسية في هاد في هاد الطريق هذا ديال X. لاحظوا معايا هنا راه كاينه X Y. Voilà. Fixé sur un route possède un trajectoire cycloïdale décrit en coordonnées cartésiennes. Voilà les coordonnées cartésiennes. قال لك ان البوان ماتيريال ام كتحاول انها تدير واحد المسار اللي هو سيكلويدال، يعني كيف ما كنلاحظوا هنا. دونك هذا واحد المسار كديرو ام. لاحظوا معايا هاد ام هادي راه يعني واحد الحاجه لاصقه في هاد في هاد في هاد السيركل هذا، لاصقه كتنتمي لهاد السيركل هذا، يعني لاصقه هنا، يعني ملي كتحرك بحال هكا يعني هذا كيدور. كيدور فين؟ كيدور في هاد الطريق، في هاد لا روت، في هاد الطريق ديال الاكس، يعني هو تيدور بهذا الشكل. فهمنا؟ يعني ان ام هاد ام كدير واحد الدوران هكا، وبالتالي هذا كيدور. ولكن ام راه كدير واحد الدائره فعلا، ولكن الا جينا نرسموا الحركه ديالها اللي كدير باش ترجع للنقطه ديالها اللي كتنتمي لهاد اكس، غادي نلقاو انها لان غادي تبدا من هنا ام نورمالمون كانت كهنا، كانت هنا بالضبط فينا بلاصه في هاد لوريجين او كوانسيد مع هاد لوريجين او، يعني ام كانت هنا وهاد السيركل كان هنا. هاد ام هادي دارت، يعني اش يعني كاين واحد الدوران، يعني ام بدات كدور. ملي بدات كدور اشنو تيطرى لهاد ام؟ راه كتحرك، راه ملي كتحرك راه يعني هذا كيدور. بدات كدور وصلت لهنا، هاي يعني شوف فين وصلت، وصلت ام هنا، وشوف فين ولا السيركل، ولا بعيد بواحد المسافه معينه. من بعد بدات تتكمل المسار ديالها، تتكمل المسار ديالها وصلت هنا، يعني فين غادي تكون هاد 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 السيركل هادي فين غادي تكون؟ غادي تكون هنا. من بعد بدات تتكمل الطريق ديالها، هاد البوان ماتيريال ام تتكمل تتكمل تتكمل، طاحت عاوتاني في النقطه اللي كانت فيها في الاول. لاحظوا النقطة اللي كانت فيها في الأول كانت هنا كتنتمي لـ O، كتنتمي لـ X، دونك حتى هنا رجعت ولات تتنتمي لـ X. من بعد عاوتاني بدات كدور عاوتاني، كملت الدوران ديالها وبدات ترسم لي هذا الشكل هذا حتى رجعت عاوتاني لـ X. نفس الشيء بالنسبة للنقاط اللي كاينين هنا، راه ماشي غير على حساب M فقط، ولكن على حساب جميع النقاط. حتى هاد اللي حدا هاد النقطة اللي كاينة حداها حتى هي راه غادي تبدا. شوف لاحظ معايا أن M كانت هنا، دونك هاد الدائره كانت هنا، دونك ام كانت هنا. راه غادي تلقى النقاط اللي كيرسموا هاد السيركل هذا، راه كاينه نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، كل نقطه كدير هاد المسار هذا، كل نقطه كدير هاد المسار هذا. دونك هذا بالنسبه لهذا الشكل. بطبيعه الحال فاش كانت النقطه ام هنا شحال كانت الزاويه؟ كانت الزاويه زيرو، ولكن ملي تحركت وصلت لهنا ها شوفوا شحال ولات. يعني لاحظ معايا انه بشحال دارت، دارت بهاد المسافه. الا زدت دورت عاوتاني شنو غادي يطرى؟ غادي نزيد ندور 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 ندور، ام غادي يطيح عاوتاني هنا، يعني ان هذا غادي يدور هكا وغادي يطيح عاوتاني هنا. يعني شحال دارت؟ دارت دوبي. دونك راه كتحول هاد الزاويه من زيرو حتى لدوبي. فوالا هاد الفا راها كتغير من زيرو حتى لدوبي، ولا ديريفي ديال الفا هو اوميغا، واوميغا هو كونستانت. يعني الا جاب الله بغيتي ديريه لا ديريفي سوكون راه غادي طيح في لا ديريفي سوكون ديال الفا، غادي يعطيك زيرو. فوالا اون سيبوز كالانستانت تي، دونك عطينا الفيكتور بوزيسيون ديال او ام هي اكس كتساوي ار فوا ا فاكتور ا موان سينيس دو الفا، وعطينا ايكغي كتساوي هاد التعبير هذا. قال لك بلا ما نبينو منين جبنا هاديها، غادي نقدروا نطيحوا في واحد التمرين غادي نقدروا نجبدوا هاد التعبير ديال اكس و ايكغيك في بحال هاد
بحال هذه الوضعيه. واصلا هذه الوضعيه راه تتكون بزاف في لي ستروا في لا ميكانيك دو سوليد، تنخدموا بزاف بهذه، وغادي نقدروا اننا نوصلوا لهاد اكس و واي. On suppose qu'à l'instant t égale 0, le point M du cercle coïncide avec l'origine. يعني انها راه منطبقه مع لوريجين هنا في واحد t égale 0. يعني ان هاد M هادي في الاول في t égale 0 كانت هنا، يعني السيركل كان هنا. داكوغ، يعني هاد النقطه هادي اللي ولات اللي اعتبرتها M وبدات تدور، دونك M وصلت هنا. M كانت نورمالمون كانت هنا منطبقه مع M، ملي تحركنا هي طلع وكانت الزاويه t égale 0. فعلى الانستون t égale 0 قال لك ديتيرميني لي كومبوزونت اي لو موديول دو لا فيتيس، لا فيتيس دو بوان ماتيريال ام. قال لك حدد لي كومبوزونت او لو موديول. اشنو هما لي كومبوزونت ديال فيكتور بوزيسيون؟ ها هما. اشنو هما لي فيكتور، اشنو هما لي كومبوزونت ديال فيتيس؟ تكتبهم بحال هذا الشكل، غادي تحددهم من بعد، غادي دير في كتساوي، وغادي دير اكس هنا، ودير هاد اللعيبه هادي، وغادي دير اكس كتساوي دير اكس بوان كتساوي ايكغيك بوان. يعني بحال هذا الشكل، حاول تحترم التمرين كيفاش معطيك. يعني ماشي تقول ليه لي كومبوزون دو تجي تكتب دير جوج النقط وتكتب لي كومبوزون هنا فاصيلا بوان ودير عاوتاني، لا حاول ديرها بحال هذا الشكل وكتبان. Voilà, la question numéro 2, donnez l'expression de l'abscisse curviligne S de t. هذا راه ديجا شفنا في واحد التمرين. Sachant qu'à l'instant t égal 0, on a S de t في t égal 0, يعني l'abscisse في t égal 0, t يساوي 0. وراه فعلا راه ملي M هنا، ملي كانت M هنا ها، راه ما اكتسحت حتى شي abscisse curviligne كيف ما كنلاحظوا، راه كانت هنا في الزيرو. ولكن ملي تحركات اكتسحت هذه المسافه، ملي بدات تدور اكتسحت عاوتاني الى غير ذلك. في تي ايكال زيرو راه كانت في الزيرو، يعني زيرو، يعني ما 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 ما, ما دارت حتى شي ابسيس كورفيلين، بقات لاصقه في النقطه ديالها انيسيال. اون ديدوير لا ديستونس باركوري بار لو بوان ام في تي ايكال دو بي الفا دو بي سور اوميغا، وكالكولي لو كومبوزونتي لو موديل دو لاكسيليراسيون دو لو فيكتور داكسيليراسيون. فين هاد المساحة هادي عباد الله؟ ها صافي نقدر نمسح دابا، نخلي غير المعطيات، واخا غادي نضطر انني نمسح. هاد الشكل هذا صافي، فوالا. هذا بارك عليا غير الفيكتور بوزيسيون وهاد المعطيات اللي كاينين هنا. دونك اشنو هو السؤال؟ سولونا على ديتيرميني لو فيكتور، ديتيرميني لي كومبوزون ديال لا فيتيس. دونك لا كيسيون نيميرو 1، لا كيسيون نيميرو 1 شنو تيقول؟ لي كومبوزونت de vecteur de vitesse. Donc on sait que on sait que la vitesse de m par rapport à r est égale à la dérivée de vecteur position sur dt dans r. On dirait la bhala ka x point y point li huma la dérivée ديال les coordonnées، la dérivée ديال le vecteur position هو la dérivée ديال les coordonnées ديالو. X point هو la dérivée ديال هاد التعبير، هو R. نحاول نجيبها لهنا وندير النتيجة هنا. دونك R قالوا لي راه كونستانت، دونك غادي تخرج. La dérivée ديال A اللي هي راه كونستانت، دونك غادي تمشي للزيرو، ناقص ها هي. الفا راها فاريابل، دونك غادي تخرج، غادي نديرو ليها الفا بريم. سينيس هو الكوس، كوس دو الفا، دونك هاد التعبير هذا غادي يكون هنا، هيدو. دونك موان ار الفا بوان كوسينيس دو الفا، فوالا. الفا بوان قالوا لي هي اوميغا، هاي لا ديريفي ديال الفا راه هي نيت هاد الفا، هاد لا ديريفي ديال الفا هو الفا بوان، دونك هي اوميغا. دونك غادي نمسح هاد الفا بوان وغادي ندير في بلاصتها اوميغا. نفس الشيء بالنسبه لهادي، اغ راها كونستانت،
واحد غادي يمشي للزيرو الموان ها هي الالفا الفا بوان الكوس هو موان سين دونك موان الكوس هو 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 السينوس دونك غادي تحيد هادي وغادي تولي سينوس دو الفا وغادي نجي هنا غادي تولي الفا الفا بوان ار الفا بوان سينوس دو الفا وهاد الفا بوان راه هي اوميغا فوالا دونك هذا هو لي كوردوني ديال لو فيكتور بوزيسيون دابا بغينا الموديل ديال فيكتور بوزيسيون والله والله ما بقيت عاقل على التمرين راه ما راه عندي التمرين في التليفون ما بقيتش عاقل على السؤال اللي من بعد ديتيرميني لو لابسيس كورفيلي دونك ها لي كوردوني ديال لو فيكتور بوزيسيون دابا لو موديل ديالو الموديل ديال في دو ام بارابور ا ار est égal à h est égal à la racine de x point au carré plus y point au carré donc x point au carré هو هذا التعبير هذا انا ما غاديش نديرها كامله لاحظ معايا هذه كامله او كاري دونك r او كاري اوميغا او كاري كوس او كاري زائد y point au carré هي r au carré oméga au carré sinus au carré غادي نعمل ب r oméga carré هيا غادي تكون عامل الكوس كاري plus sinus كاري والكوس au carré زائد sinus au carré هو واحد دونك غادي يبقى ليا غير هاد التعبير دونك الكاري مع الغاسين غادي يمشي وغادي تبقى ليا r oméga Voilà. Donc R oméga. غادي نجي نكتب غادي نحتاج هذه ضروري. Donc هذا هو لا كيسيون نيميرو 1. غادي نجي غادي نكتبو هنا. غادي نجي غادي ندير في دو ام والله يعطيك كتساوي دونك x بوان y بوان غادي تساوي moins r sinus alpha ما ننساوش واحد الاوميغا هيا نديرها هنا كتبوها هنا r اوميغا هنا راه كوس كوس دونك هيا اوميغا نجيبوها هنا و سينوس سينوس دو الفا وبالنسبه للموديل ديال في راه هو هاد r اوميغا قال لك حدد لابسيس كورفيلين ديتيرميني لابسيس كورفيلين دونك لابسيس كورفيلين لا كيسيون نيميرو 2 لابسيس كورفيلين دونك اون سي كو ما غاديش نقول لدينا اون سي كو نعلم ان دي دو اس دو تي سور دي دو تي اشنو كتساوي ما هي الا لو موديل ديال لا فيتيس ديجا شنا هادي ما هي الا الموديل ديال لا فيتيس دونك دي دو اس نحاول نجيب هادي لهنا دي دو اس دو تي ايتيغال اشنو هي هادي هاي اوميغا ار اوميغا في دي تي دونك اون انترودوي لانتيغرال اون انترودوي لانتيغرال اس دو تي ايتيغال ار اوميغا هادي سي يعني لانتيغرال من هنا ولانتيغرال من هنا هاد ار اوميغا راه كونستانت دونك دي تي مع لا ديريفي مع الانتيغرال هو لا سامبليفيكاسيون غادي يمشي غتبقى تي بلس واحد اس زيرو فوالا دابا الاشكال هنا في السؤال ديالنا السؤال اللي تطرح السؤال الذي تم طرحه
دونك هذا هو لابسيس كورفيلين. نحاولوا حنا غير نجبدوا الاسئله دابا غير سميتو. الا بغيت لا فارياسيون ديال لابسيس حنا كنعرفوا ان الانستون تي تيغال 0 الانستون تي تيغال 0 كنعرفوا ان اس دو تي تيغال 0 اي تيغال ا اي تيغال 0 اس دو تي تيغال 0 اي تيغال اي تيغال 0 وهذه ها راه هي اس في تي تيغال 0 ها هي في تي انيسيال نقدروا نحدوا الانستون تي تيغال 0 الانستون الانستون تي اي تيغال 0 S de t est égal 0, li hiya S 0, li hiya 0. Donc, l'abscisse curviline S de t est égal R oméga de t faqat. Li inna hna S t sawi 0 l'état initial. Haïa. Donc, S de t hiya R oméga de t. Gallik hadid asidi, l'masafa اللي غادي دير هذيك ام في واحد التي حدد لي المسافه من اللي غادي تكون تي ماشي زيرو ولكن في التي غادي تكون كتساوي 2 بي سور اوميغا دونك هاد المده الزمنيه قال لك عرف ليا بشحال بعيده يعني لا ديستانس باركوري بار لو بوان ام يعني ملي دير هذيك الدائره بحال هكا ملي غادي في واحد الانستون تي ايتيغال 2 بي سور اوميغا حدد ليا فين غادي تكون لو بوان ام بشحال بعيده تقريبا بشحال بعيده غادي نخدموا بهذه فقط غادي نجي نعوض هنا وصافي هذا هو سميتو دونك هذا هو لابسيس كورفيلين غادي نجي نحطها الفوق هاو اس دو تي ايتيغال ار اوميغا دو تي الدراري راه ما كتقراوش التحضيري باش نقول لكم راه خصنا نكتبوا بالاصفر والاحمر بالالوان صافي راه راه باينه صافي نتوما غادي صافي كذا غادي تجي تدخل طق هاك ها الجواب تنظيم وي ولكن دابا هذا غير شرح ما نجيش نبدا نقول لك ها اشنو غتقول انت طالب باحث انت اللي غادي تنظم الورقه حسب التنظيم راه انا ما كنظمش الورقه انا ما كنظمهاش عاود الله يسمح لنا وصافي دونك اس دو تي تيغال ار اوميغا دو تي دونك هاهي نقدر نمسح دابا غادي نحدد لا ديستانس باركوري بار لو بوان ام تنظن راه نفس السؤال غادي نحددو غادي نحط التمرين في التعليق دونك نفس السؤال كنظن ديتيرميني لا ديستانس La distance parcourue par le point M à l'instant T. La distance, haïa, bd, la distance parcourue par le point M. Oh, la distance parcourue par M. À l'instant, T est égal 2 pi sur oméga. On sait que. راه ما عندك ما تقول شنو غتقول؟ On sait que نعلم انه هذا او لا لدينا. لا عجبك. Donc, T, S de T à l'instant T est égal 2 pi sur oméga. غادي نجي عندنا R oméga. عندنا T. شنو هي هذه؟ هادي هي 2 بي سور اوميغا ها هي تي 2 بي سور اوميغا 2 بي سور اوميغا دونك غادي نسامبليفي اوميغا مع اوميغا غادي تكون ار هي 2 بي دونك راه لا ديستانس اس ايتيغال ار 2 بي او لا اس لا اس دو تي ايتيغال ار 2 بي دونك هادي هي La distance parcourue par le point M, mais qu'on a un roulement sans glissement. Mais quand tu es là, tu es là, donc le roulement est 100, donc انا غادي ب 100
كيلومتر في الساعة. دونك هذه هي ار دو بي، هذه هي لا ديستانس. لا كيسيون هاي نكتبها هنا، نكتبها هنا هاي الجواب ديالها. اس دو تي ا لانستون دو بي سور اوميغا ما هي الا ار دو بي. فوالا دونك نحددوا لي كوردوني ديال لاكسيليراسيون، لي كوردوني دو فيكتور داكسيليراسيون. شنو تيقول ليا لاكسيليراسيون؟ دونك 3 او لا كنظن 4، تنظن 4. هذا السؤال هو 4، هذا هو 4. دونك هذا هو 3، هذا هو 4 دابا. دونك المهم الجواب، الجواب غادي نجي ندير نيشان الجواب لاكسيليراسيون دو ام بارابور ا ار. نتوما زوقوا اون دونك فينالمون كذا دوتر بار دين بار اللي عجبك. ما هي الا لا ديريفي ديال لا فيتيس دو ام بارابور ا ار دون ار. دونك نقدر نجي ندير لها انا بحال هكا وندير لها اكس دو بوين ايغريك دو بوين. راه تقدر دير لا ديريفي وتكتبها تكون فيها لو فيكتور لو كوردوني مع الفيكتور اي بليس الكوردوني مع الفيكتور جي، وتجي دير دونك راه لا فيتي راه لاكسيليراسيون دو ام كيف ما هنا لاكسيليراسيون دو ام بارابور ا ار راه ما هو الا اكس دو بوين ايغريك دو بوين، ما هو الا لا ديريفي ديال هادشي. دونك الموان ها هي ار كونستانت، اوميغا كونستانت، الفا فاريابل دونك الفا بوين، والفا بوين هي اوميغا دونك اوميغا او كاري. موان كوسينوس هو موان كوسينوس هو السينوس، دونك غادي تحيد هادي وغادي تولي سينوس دو اكس سينوس دو الفا. بالنسبه لهادي ار اوميغا الفا بريم هي اوميغا دونك اوميغا او كاري. سينوس هو لو كوسينوس دو اكس، كوسينوس دو اكس دو الفا. فوالا لاحظوا معايا هنا التسارع اللي غادي معايا، يعني كاين واحد التسارع غادي معايا وكاين واحد التسارع غادي مع هذا مع 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 ايغريك مع ايغريك. فوالا دونك هذه السرعه فوالا. دونك هذا هو التعبير، حنا ما عندناش السرعه، حنا في هكا عطينا هنا اكس عطينا هنا ايغريك. دونك عطينا اكس عطينا ايغريك لا ديريفي هنا اس دو تي لو موديل. خاصنا لو موديل دابا ديال لاكسيليراسيون، لو موديل دو لاكسيليراسيون دو ام بارابور ا ار ما هو الا اكس بوين اكس دو بوين كاري بلس ايغريك دو بوين كاري. فوالا دابا راه ار اوميغا دابا هاد سينوس مع الكوس دابا هادو شوف راه غادي نعمل بهم غنعمل بهم، يعني غادي تولي هي ار كاري اوميغا كاري لو تو او كاري. وغادي نعمل هنا ها هي كيف ما شفتوا راه عملت سينوس او كاري بلس كوس او كاري هي واحد، دونك غادي تكون هي ار اوميغا اوميغا كاري. دونك لاكسيليراسيون هو ار اوميغا كاري. وبالنسبه لا فيتاس هي اوميغا هي ار اوميغا. دونك هذا هو التمرين، تنتمنى تكونوا فهمتوه. ما عرفتش شحال درنا فيه، درنا فيه 24 دقيقة. فوالا مزيان مزيان 24 دقيقة. تنتمنى تكونوا فهمتوا معنا هاد لابارتي هادي، شاركوا هادشي مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة للجميع. ديروا لنا حتى تعليق شجعونا فيه، لوحوا لنا تمارين في الواتساب باش نخدموا تمارين أخرى. دونك غادي ننتقلوا دابا للتمرين الثاني.